بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا من جديد في حلقة جديدة معي في جيمر هاوس من اف تي بي. لا مو باف تي بي، مو بشي. هذه الحلقة بتكلم عن اللي فازوا في الجيف اوي. بحط أسامي كل اللي شاركوا، بحاول إني أحط أساميهم كلهم هنا، يعني حتى لما بعد جربت هذه الحركة إني أحط صورة داخل الفيديو، بس إني بحاول أسويها. وش اسمه، طبعا هذه المرة، يعني المرة الماضية كانت 2 بس اللي يفوزون، هذه المرة 5. ما انا والله كان ودي لو خليتها اكثر، بس ما فكرت فيها الا عقب صراحة. لو اني دريت انه بيصير هذا العدد بيشاركون كان احتمال كبير خليتها 10، بس انه راحت خلاص. عاد ايش زين، اخذت بطاطس ولا لا؟ من شفت دي ناشفة. ايش كنت جاي بقول؟ شفتوا هذا المشكلة لما تسجل وانت قاعد تلعب. اللي يفوزون هذا مرة 5، اللي شارك الظاهر 259. صراحة تفاجأت مرة يوم شفت هذا العدد كله يشاركون. طبعا كل اللي تكررت اساميهم انحذفوا، طبعا مو بنحذفوا 100%، انحذف التكرار. يعني كان فيه 320 يوم خلصت، يعني خلاص قررت اني اخذ اللي بيش اسمه بيفوزون، كانوا 320. يعني تقريبا في 40 اسم متكرر، وانا يعني وانا قاعد اقلب في هذول في اكثر من واحد شفته مكررين. يعني ما ليش اعطيك فرصة اكثر من غيرك؟ فحذفت كل اللي شو اسمه، حذفت كل التكرار اللي موجود، يعني باقي شاركوا بس انه حذفت المتكرر منهم. على العموم اللي فازوا 5 اساميهم بحاول اني اغطي على هذول هنا، يبي لي اشوف شلون اقدر اضبطها ولا لا. على العموم لا تنسون تتابعون الحلقات اللي بتيجي قريبا، ترى هذا مو باخر جيفاوي، يعني حظ اوفر في حظ اوفر في الجيفاويز الجايه. ومبروك للي فازوا، بتراسل معكم في رسائل اليوتيوب، لا تسحبون علي، لان اذا اسبوع كامل ما رديتوا علي بعطيها واحد ثاني. شو اسمه، يعني بس رد علي قل لي ترى انا استلمتها، ما ابغى منك واجد، بس عشان اتاكد انك فعلت الكود. ما له داعي الكود ما يتفعل وفي واحد ثاني منه يبغى، فهمت شلون؟ فاذا جتك غالبا بستنى اسبوع للرد، اذا ما رديت بيجي كذا في حلقة ترى الرجال ما رد وعلى شو اسمه سويت شي عشوائي، لست ما راح احذفها، بسوي عشوائي ثاني وبرسلها لواحد ثاني وبستنى اسبوع نفس الشي لما تخلص كلها. طبعا ان شاء الله يعني انتم كل فترة فترة، يعني الان بعد المقطع شيكوا. ومع السلامة.